هادو هما دوك الكالات اللي صاوبت يعني غريبه ديال زمان بالعسل، كيجيو فريمون زوينين وهشيشين بزاف بزاف. وعلى فكره راه طلعت لي شحال، طلعت لي ثلاثه ديال القصديرات ديال الحلوه. هذه القصديره الاولى، وباقا القصديره الثانيه في الفرن، في القصديره الثالثه باقا غادي نحطها. المهم كيجيو بحال هكا، كيجيو فريمون غزالين. نقرب لكم مزيان، كيجيو فريمون هشيشين رائعين. يعني كما قلت لكم، قلت لكم تعودوا العسل بالكونفيتور ولا الكوفيتير ولا اللي بغيتو. سلام البنات، اليوم غادي نبداو بصراحه عارف كيفاش ليا التليفون. عندي ندير واحد الكالات اللي فريمون ديال ايام زمان. شنو غادي نحتاجو ليه؟ غنحتاجو كاس ديال السكر، كاس ونص ديال العنبه ديال الزيت مغزله، نكبها دابا ونزيد نص واحد اخر واش ندير قوه الكيسان فيما نسلم واحد بزاف. المهم معنا غادي نديرو هنايا جوج بيضات، و جوج بيضات كاملين، وحده هي بيض بيضاء، وداك الصفر غادي نحتفظو به باش نزينو به. وغادي نحتاجو 16 غرام ديال الخماره. انا غادي ندير من وحده فيها 10 غرام، وحده فيها 10 غرام، غادي ندير وحده ونص. وغادي نديرو فانيا، ما عندكمش فانيا ديرو قشور ليمون. بالنسبه لهنايا غادي نحتاجو العسل، جوج معلقات كبار ديال العسل. ما عندكمش العسل عوضوهم بجوج معالق كبار ديال الكوفيتير. الطحين غادي يكون ديك 500 غرام بحال هكاك، غادي ياخذ منا ان شاء الله. مي بالنسبه للزيت غادي نحتاجو كيما قلت لكم صفر بيضه، ياك صفر بيضه. غندير معاه انا الكاكاو باش يعطي ديك المنظر، ولكن نورمالمون خاص القهوه، انا ما عنديش القهوه، غادي نعوضو بكاكاو. المهم البنات انا نبداو دابا الخدمه. شنو غادي نديرو هنايا؟ جوج بيضات مع مع بيض بيضه، ياكو. غادي نضربوهم مزيان، وغادي ندير معاهم البنات كاسونس ديال الزيت، كاسونس ديال الزيت. المهم انا غادي ندير هنايا نص كاس اخر ديال العنبه. نتوما ديروا كامل بال يعني بالعبار ديال العنبه، انا ما عنديش صراحه كاس العنبه، كيما نعبروا بحال هكا. غادي ندير كاس ديال السنيده، غادي نخلطو بحال هكا مزيان، يا ربي ما نروش الدنيا بحال عادتي. المهم غادي نخلطو هادشي مزيان، وشنو غادي نزيدو؟ جوج معالق كبار ديال العسل، ولا جوج ونص. ما كيما قلت لكم ما عندكمش جوج معالق كبار ديال العسل، عوضوهم بالكوفيتير، كونفيتور ولا كوفيتير ولا اللي بغيتي تقولي ليه شنو نسميو. جوج معالق كبار، انا درت واقيلا كثر من جوج معالق البنات. المهم ما علينا، ماشي مشكل. المهم غادي نخلطوهم مزيان، غنخلطو هادشي بحال هكا. العسل كيعطي واحد الوضع رائع. غادي نزيدو فانيا، كما قلتلكم، وغادي نخلطو الطحين. كما أول مرة كنزيد الطحين بحال هكا، عرفتو علاش؟ حيت دابا عمرت الماكينة ودات الماعن كيتغسل، ما فيه ما نغسل بزاف ديال الماعن باش ميبقاش ليا في البوطاجي داكشي اللي درتها في الدم بحال هكا. غادي ناخدو شوية ديال الطحين، كما قلت لكم 500 غرام بحال هكاك ديال الطحين غادي يدي منا. غنحيد هادي، غادي نخدم بيديا، نشوف نحاول نحركو واحد شويه، مرة نخدم بيديا، نجمع داكشي بيديا. ما علينا، نحاول نضرب. كما قلت لكم عندي الخمارة كاملة فيها 10 غرام، وخمارة ثانية هي غادي داك 16 غرام بحال هكا. ملي نديرو خمارة ونصرا ما هنا فيها 10 غرام، وخا المغرب فيها 7 غرام، ديرو جوج يعني جوج خمارات كاملين. وندير خمارة ونص، خدمنا واحد شوية صافي. وانا نجمع هادشي بحال هكا، يا شي خصو يتجمع باليد، شنو نبقا نلعبو حليا هنايا. فنجمع هادشي باليد، الرويلة بدات عاوتاني، ما علينا. هادشي خاصو الصراحة وصعامات الجبانيات ولا لعبتي كتر ما تيقديوش. المهم قولولي نتي لي مفافية ماشي مصعب. المهم معنا أنا غادي نزيد شوية ديال الطحين، كما قلت لكم كدير من 500 غرام حتى 600 غرام، راه على حساب يعني الطحين كيفاش داير. أنا غادي نجمع هادشي بحال هكا ونرجع نعاود واحد شوية باش نكتب الوقت. عندك باغا نمشي عند الناس، وغادي باغا ندلهم على هاد الحلوة هادي، الله يعلم ما يحشم.
مازال بقى مازال بقى خصني شحال من حاجه نديرها. المهم ما علينا، هذا تشوي داك الصفر هذا درت معاه واحد شويه الكاكاو ياك، وهنايا غير ما كتخرج بزاف هاد الحلوه بقيت هنايا يعني ندير غير نص ديرها. المهم ما علينا، بغيتو ديرو بحال هكا، غادي دوروها بحال هكا البنات ياكو، وغادي شويه تبركو عليها بحال هكا بحال شي خبيزه بحال هكا يا. بغيتو ديروها بحال هكا تبدل لك، ديرو بدل لك وتقطعو مقطع يعني قطع حتى هذيك ممكن، بغيتو ديرو بحال هكا بحال شكل غريبه بحال هكا يا. اوبس سي عندي كلشي شغرين مرا وطلع يستر. المهم غنكملو بحال هكا يا، وتبقاو غاديين حتى نكملو. هذا هو الحلوه ديالي من زمان، كاين هاد الحلوه هادي وكاين واحد الحلوه اخرى، هذيك الحلوه ديال وحده بيضاء وحده في البيض وحده في القهوي وحده في البيض، هذيك خطيره كتكون مستمنة الكوفيتير. المهم كملوا هذا الشيء، بغيت يجيكم فيديو طويل بما بقى بحال هكا. اصلا كان هاد الحلوه كيعرفها كلشي انا يعني شنو يعني جديد استكشفتها داكشي قلت نشاركها معكم ما نعرف. المهم تقدر تفيد شي حد، واخا كاينين بزاف الناس اللي كيديروا المهم غاليت ديال شحال هادي ديك الحلوه ديال شحال هادي تكون زوينه عندك، هادي عندك ديك وحده فوق وحده قهوي وحده ابيض، عندك داك شنو سميتو اخر هذاك الاخر شنو هو شنو سميتو تيقولوا لي ديك حلوه تريش بونت حتى هي. وانا نكمل هاد الطاوله بحال هكا كامله وموراها غادي ندهنها نوريكم كيفاش غادي ندير لها. انا رجعت لكم غادي ندهنوها بحال هكا شويه بالصفر بيضه اللي بقات لنا ما غاديش تطيح، درت معاها شويه الكاكاو. ادنا ديروا القهوه اللي عنده قهوه ديال قهوه، اللي عنده كاكاو ديال كاكاو، اللي ما عندوش حتى ني قبل حنا مالنا كاع. اصلا هاد الحلوه كتجي فريمون بالشيشه وشنو هي دواز اتا يعني شي حاجه بحال هكا مع كويس اتا مع داك الجوه الربعه ولا في العشيه مورا العشاء كتجي زوينه. يمكن نشارك معكم شي حاجه تركيه تركيه، عندكم واحد الحلوه فريمون زوينه خصني يكون عندي الخاطر. المهم تركيه ممكن بعد شو دابا نديرو شي حاجه شويه مغربي، شي حاجه مغربيه اصيله ديال ايام زمان. عتير بنات هادشي كيطلع بزاف فريمون كتعطي بزاف. بالنسبه للطحين باش نتفكر تفكر دابا الطحين شنو غادي نديرو الطحين، وتقولي داك 500 غرام بحال هكا اللي خويت حيت لحقاش كانت الباكيه فيها شي كيلو نصها يعني، وكانت خويت نص يعني خويت تقريبا بحال واحد الشويه. المهم شنو كيلو ما تدوش عليا مصرفقه انايا. المهم معايا هادشي كامل غادي نشرطوها بحال هكايا، ديك الحلوه ديك الشيا زمان كلا طابع مولين بيه. المهم غنبقاو شرطو المهم شرطو مزيان، هادشي كيخفضها كيخرج بزاف يعني حلوه فريمون اقتصاديه وزوينه. خرجت كيما باقي عندي هادشي غنحط هادي ومن بعد ندير حاجه اخرى. شي واحد كيصوني عليا انه زوجي الكريم قطعتو عليه. المهم كملوا غادي نحطها في الفران وغادي نرجع معاكم. دابا غادي نحط هادي في الفران على درجه سخنتو مزيان البنات، دايره كيسخن اطيب من فوق ومن تحت ونعاود نرجع لكم.